غلط انقلب الغير مش عايزين باش يصبح في ديارنا اللي مش حد عليه تو قتلكم هذوما ناس خاصة من اليهود يجيبوا ناس معين من العتاد في سوء الاخلاق يجيبوهم باش يبعثوا في مكان معين ويزخرفوا قتلكم ويعطي كلمه كل واحد هناك داير به بيوت وما بين البيوت هذيك والبيت هذيك فما شباب بحيث يراني من برا وما يراش من داخل ويقعد يتفرج الاعمال الجنسيه ويدفع مال بار فهمت هذه تجاره راك وقلت لكم اذا كان احنا مش نقعدوا مش نلتجئوا الى الله ونسمعوا دعي الله ونسمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وتحذيراته لينا لانه ما خلاص ما قال لنا في الدم هذا الميدان الجنسي هو شيء بحر يقرا سنه يعرض الخير الموجود في السنه في البدن يا قصدك الله ربي قال ويحذركم الله نفسه والى الله المصير عين المطر لا نعجز ربنا لا نفر منه احنا دائما تحت سمائه وفي قبضته وفي يمينه وتحت سلطانه شوف الابتعاد فاين تذهبون ان هو الا ذكر للعالمين لمن شاء منكم ان يستقيم وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين ويقول ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد او يحذرك ويقول لك راني رؤوف بك عاد الله عما سلف كان كنت حد نفسك بس وزاني حاليا تجارة وفي الكبائر فرعوي ولازم حدك ولا تتعدى حدود الله ورحم الله امرأ عرف قدر نفسه كذلك من الاشياء اللي تفرزها سوء تربية الوالدين لابنائهم لنشأهم هي كل اكل قسوة ليك تفرز اللواط الايجابي ان يكون هو الفاعل هو يعتدي بالفحشاء او اللواط السلبي اي اللي تقع عليه العملية الكريهة دي هنا يقول علماء النفس الانسان هذايا اما يكون يرجع للسابق ما قلت لكم السادي اي يتلذذ حين يهين غيره بطريقة او باخرى والا يلتحق بالمزوخي اي ما يجد هذا الجنسية الا ما يقع في موقع الاهانة فهموا هي ويقول ربنا على اللواط يفهموني بالمئة مش مثل الامتحانات ولا قانون الهي بسم الله الرحمن الرحيم واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما صدق الله العظيم ثم المفسرين يقولوا على الزنا ثم المفسرين يقولوا على اللواط ولكن هؤلاء اللي أظهر على اللواط يقول ربي سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين أتفسركم إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون صدق الله العظيم شوف سيدنا لوط متزامن مع سيدنا ابراهيم عليهما السلام متزامن وكان من اتباع سيدنا ابراهيم عليه السلام ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه اي القبح بتاعها بليغ ياسر فظيع يعني شيء الشيطان ربما خير منه ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين انتم تعتبروها مزيه تعتبروها رجوله وفحوله وهي لم يسبقكم بها احد لانكم انتم عقلكم فارغ
عقلكم من عليه اقفال، انتم عاقلين افكاركم. هذه مش ميزه اللي مش الناس تتجمل بيها باش تتباهى بيها وباش تتسرق فيها، بل هي رزيه، بل هي بليه، بل هي شيء يطعمك كلمه الانسان. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. يعني اذا كان هذا اتقان في سدوم وجمار، اتقان على لسان نبي كريم عليهم افضل الصلاه واجكى تسليم، هذا اتقان لنحن اليوم. ما سبقكم بها من احد من العالمين الا آل لوط والعياذ بالله. خطير الامر، وربي انزل عليهم حمم نيران من السماء ومن باطن الارض، مش بس من تلعب. رأى امر ربي حين ياتي لا يعلم به احد ولا يرده احد ولا يستطيع ان يصبر عليه احد. ولوطا اذ قال لقومه اتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين. انكم هو الوصف، انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء. المنطق، المنطق يقول دائما الشيء يمشي لزوجه، او اي الشيء اللي يبدا ناقص شيء، انت ناقص شيء تمشي للي عنده شيء لاخر، انت ناقص اشياء انثويه، ثم خصائص انثويه، ثم الانثى هي تاخذ الماء بس تقع به ما هي بالجيب من اشياء، قلت لي الامور العاطفيه وقت السكن وقت اللباس وشيء كبير، شيء كبير بحر. انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء. وهنا المنطلق للمرض، الوباء، هنا المنطلق بتاعه هو تغيير خلق الله، هو تبديل سنه ربي. السنه ثم ذكر يدخل في مهبل فقط، حتى زوجتك ما عندش حق باش تعمل لواط. لا تاتوهن في اعجازهم وانتوهن من خلفهم ولكن في فروجهن، لانه قالت عليها قيامه وقت بنو اسرائيل حبوا يثيروا البلبلة ويوقعوا لخبطة في عقول المسلمين، وقت اللي قالوا حين ياتي الرجل زوجه من قبل ياتي الولد سليم، وحين ياتي الرجل زوجه من دبر ياتي النتاج ياتي احول، وهذا باطل. وربي نزل القران بس صلح الوضع. هنا انكم لتاتون الرجال شهوه من دون النساء بل انتم قوم مسرفون. اذا كان وقت سيدنا لوط عليه السلام والقمار محسوب صح، فاليوم وضعت نار اشد وانكى، وهي ترضى، وهي قلت لكم عليه داء الصداع، قلت لكم داء الصداع يصيبها الناس هذم اللواطين، وخاصه المفعول بهم يصيبهم وبطريقه بطرق مختلفه، ولا لا سبيل الى ذكرها قبل ما تكتب لنا الحديث. احنا حسنا بلب الموضوع، الناس هذم وسائل الدفاع تعبدنهم تنهار حتى الزوال، يصبح من طعن صائغ للجراثيم او الجرثومه.